خسرتهم بعد مباراة ماراثونية ومجهود كبير ورغبة في الفوز حتى في الثواني الأخيرة. صحيح لعبنا بكل أوراقنا، لكن الفوز لم يحالفنا، وأنا جد متحسر بما وقع. تعرضتم أيضا لحملة من الهتافات من الجماهير الفرنسية. في الحقيقة ليست هذه هي المرة الأولى التي نتعرض لهذه الحملة من طرف مجموعة من الجماهير. للأسف عندما نفوز يخرجون للشوارع ويمدحوننا ويقولون فازت فرنسا، فلتحيا فرنسا، حققتم المجد لفرنسا. ولكن إذا خسرنا الكل يهتف ويقول خذلنا الأفارقة، خذلنا المهاجرون غير الشرعيين. البعض بلغ بهم الأمر إلى القول ارجعوا إلى أدغالكم وصحاريكم لتأكلوا أوراق الأشجار اليابسة وتشربوا من البرك العكرة. أنتم لا تستحقون المجد والبطولات، عشتم ولا تزالون في القاع. الذي أزعجني كثيرا هو المدرب الذي صرخ بكبرياء في وجه المدافع كومان، قال له خذلت فرنسا كلها، لا تستحق اللعب لبلد عظيم كفرنسا، اغرب عن وجهي وعد إلى أدغالكم. أيها الكلمة يعني لا يمكن قولها. إنه لمن المحزن أن نسمع مثل هذا الكلام، ولكن نستحق كل هذا لأننا فضلنا بلاد المهجر على بلادنا، وهذا جزاء الابتعاد عن الوطن. حتى في حالة الفوز جل اللاعبين لا يشعرون بالسعادة الحقيقية، لأنهم يحسون أنهم غرباء، هذا في الفوز، أما في الخسارة فحدث ولا حرج. أفكر حقيقة في الاعتزال، أفكر أن أعود إلى بلدي، خاصة أن أبي أصله من الكاميرون، أريد أن ألعب لمنتخب الكاميرون، سأفكر في الأمر جديا. للإشارة فقد أضاع كومان ركلة ترجيحية في نهائي كأس العالم، فأطلق البعض عبارات استهجان ضد النظم الفرنسي، مما أعاد إلى الذاكرة حملات مشابهة. فلن تحتاج للبحث عن هذه العبارات التي تعرض لها لاعب المنتخب الفرنسي الأفارقة الأصل على وسائل التواصل الاجتماعي، يكفيك ما فعله المدرب لتعلم كل شيء. ووصل الأمر بالبعض إلى حد المطالبة بترحيله إلى إفريقيا بقولهم أعيدوه إلى إفريقيا. وهنا نستحضر تغريدة الرئيس الكاميروني الذي هنأ الأرجنتين على الفوز بكأس العالم وأكمل بقوله لعب فريقي، وهنا يقصد فريق الأفارقة، لعب فريقي الإفريقي في كأس العالم مباراة رائعة ونهاية جولة ثانية مثيرة. جوزي موريو هو الآخر، طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منع اللاعبين الأفارقة من تمثيل دول أخرى غير دولهم الأصلية، متأكدا بمجرد القيام بذلك ستبدأ منتخبات إفريقيا في الـ